مش هتأخر، يعني على حسب الطريق. يا بنتي وانا بكهرب ولا ايه؟ انا كده بقى المفروض استنى 8 سنين عشان اعرف امسك ايدك؟ وانت اللي هتختاري على فكره. انا ممكن اسيبك كده متعلق، لا طايله سما ولا طايله ارض. لو اشتغلت مع الدراسة كبير يعني هقبض كام؟ هتلاقي في الآخر 550 جنيه، ولو حسبناها هتلاقي برضه مش هيطلع لي حاجة في الآخر. في 2 جنيه مترو رايح جاي، ده غير جنيه ميكروباص برضه رايح جاي، 5 جنيه فطار، نحسبهم بقى 2 زائد 1 3 زائد 5 يبقى 8، 8 في اليوم، لو ضربناها في 30 بقى 240، قولي 250 جنيه مصاريف الشهر. عارفة لما بفتكر ال... الأحلام والمشاريع اللي كانت عندي، كده هيبقى باقي 300 جنيه ممكن أدخل بيهم جمعية، والجمعية دي هقبضها كمان سنتين 9000 جنيه، وممكن مثلا ناخد منهم 5000 نجيب بهم شبكة بسيطة كده، دبلتين لينا، وتختاري لك خاتم ومحبس كده وتنقيهم حاجة خفيفة بالله عليكي. أنا مفيش واحدة قدرت تتنطط عليا أبدا، كلهم حفيوا عشان أرضى أتجوزهم، بس انا اخترتك انت. ايه ده ايه ده؟ الارقام كده هتخرم مننا قوي. ده كده بعد الجواز اللي هيبقى ربنا كرمه فينا هو اللي هيلحق يقتل التاني الاول. هو حلها الوحيد اللي انا اطلع لي فيلم من اللي مركونين عندي في الدرج وابيعه. هوبا نبقى في حته تانيه خالص. بس انت تقل عليا السنه دي. سنة ورا سنة ورا سنة، عارفة يا ياسمين؟ بستغرب أوي من الناس العواجيز اللي بيجوا يقفوا جنبي في الأتوبيس، إزاي عايزين نقف مكانهم؟ يمكن عشان لسه شكلي صغير؟ احنا جيل عجز قبل اوانه. حلو المكان ده، لطيف. كنت متعوده تيجي مع مين هنا قبل كده بقى؟ تا 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 فتحي كده، جبت لك سلسلة. ايه ده؟ هي مرهقة شوية بس على فكرة غالية جدا، أنا بقالي شهر بحوش عشان أجيبها. معرفش. معرفش إذا كنت هلاقي نفسي بره أصلاً ولا لأ. بس اللي متأكد منه مش لاقي نفسي هنا. أنا موافق على الطلاق.
بس هتتنازلي عن كل حاجة. ساعة زمن واحد هتمضي كل حاجة تنتهي. بسيطة يعني. ياسمين، هما كلموني في الشغل وللأسف لازم أرجع له. خلينا نأجل قعدتنا لوقت تاني. كل واحد منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات. افتكرها ساعات وينساها ساعات.